مساكم الله بالخير متابعينا، حاليا موجودين في سيدتي للمطابخ. طبعا هم موجودين في السوق من 1992. الكوري انتبه هو الرخام اللي احنا نشوفه حاليا، هذه الرخام الصناعي، ويتميز انه بدون اي جوينت، فكلها قطعة كاملة تيكم. يضيف جمال طبعا ونظافة حق المطبخ، لانه ما بيتجمع لكم اي شيء في ذي المسافة. هذه واحدة من المطابخ الحلوة اللي في سيدتي للمطابخ، والأحلى من ذي كلها إن المرأة ما بتحط حاراتها في الدرج، فأدراج سيدتي هيدروليك حتى البيبون، فما بتسمع الصافقة، يعني ما بتاخذ حاراتها في البيبون. واللي يميز سيدتي المطابخ واللي خلاهم يستمرون من 92 لحد اليوم، الشلفات مالتهم تتحمل أوزان ثقيلة، لأن الشلفات صايرة دبل فتتحمل وزن، وفوق ذي كله ان عندهم ضمان مدى الحياة حق المطابخ. هذه واحد من المطابخ الحلوة عن سيدتي المطابخ، واللي يميزه الجزيرة اللي احنا نشوفها اللي نسميها جزيرة المطبخ او الكيتشن ايلاند، واللي هي توفر مساحة حلوة حق التقصص ومساحة عمل في المطبخ. هذه السيلفر فريم في سيدتي المطابخ، طبعا تقدرون تغيرون الرخام او الجرانيت اللي تشوفونه سواء الطبيعي او الصناعي، وطبعا الالمنيوم صناعة بحرينية، وتقدرون تطلبون اكسسواريز من سيدتي المطابخ. وهذه المغاسل كوريان توب، مثل ما قلت لكم من ساعة عن هالنوعية، وفي نوعية ثانية الكوريان توب وتحتها الكبسات حق التخزين. ومثل ما قلت لكم من ساعة ان فكروا بحلول حق التخزين في المطابخ، وهذه واحدة من الحلول اللي يوفرونها سيدتي المطابخ، ادراج حق الصحون. وهذه واحدة من الأفكار اللي موجودة في سيدتي المطابخ، استغلال حلو حق الزوايا.